بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله تبارك وتعالى بجميع محامده، ونصلي ونسلم على صفوه خلقه نبينا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين واصحابه الاكرمين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد، حياكم الله ايها الاحبه الكرام، ومع تتمه قصه سيدنا يوسف عليه السلام. قال الله تبارك وتعالى: وقال الملك ائتوني به. بعد ان تبين لنا ماذا فعل الله تبارك وتعالى بيوسف عليه السلام بعد أن أرسل له الملك وهو في السجن، وجاء الرسول من الملك فقال له: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. فأراد يوسف عليه السلام قبل أن يقف بين يدي الملك أن تتبين يعني براءته أولا، يعني لا يقف موقف الذليل وهو بين يدي ملك مصر، بل يقف موقف البريء البريء العفيف الذي يعني تنزه عن فعل الفاحشة وتنزه عن كل شيء يغضب الله سبحانه جل وعلا. فجاء يوسف عليه السلام وأرسل للملك قبل أن يصل إليه وقبل أن يقف بين يديه، قال: ما خطبكن، أو سأل الملك: ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ قلن: حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء، ما شفناش عليه حاجة غير سوية، ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز: الآن حصحص الحق، الآن تبين وظهر الحق، واعترفت على نفسها ونسبت ما فعلت إلى إيه؟ إلى نفسها الأمارة بالسوء: أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي. في اختلاف كده في عند المفسرين، هل هذا من كلام يوسف عليه السلام أم من كلام امرأة العزيز؟ والصحيح والصواب أنه من كلام امرأة العزيز، لأن سياق الكلام يعني إيه مازال مع إيه؟ مع النسوة وامرأة العزيز، فهي تتكلم عن نفسها: وما أبرئ نفسي، لأن يوسف عليه السلام لم يكن معهم في هذا الوقت وإنما كان في السجن، هو ما جاش لسه عشان لمقابلة الملك، لم يأتي لمقابلة الملك لأنه رد الرسول وأراد أن تتبين براءته أولا قبل أن يقف بين يدي الإيه؟ بين يدي ملك مصر. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. فوصلت امرأة العزيز كلامها قائلة: وما أنزه نفسي عن إرادة السوء، لأن النفس أمارة بالسوء. والنفس تأتي في القرآن الكريم على ثلاث أحوال: النفس المطمئنة، والنفس الأمارة بالسوء، والنفس اللوام. النفس اللوامة والنفس المطمئنة أو أعلى درجات النفس هي النفس المطمئنة، ولذلك يقال للميت في حالة الاحتضار: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي، للمؤمن طبعا يعني، ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل النفس. الدرجة الثانية في النفس وهي النفس اللوام، يعني الذي يلوم نفسه على يعني اقتراف بعض ما حرم الله سبحانه وتعالى مثلا من صغائر الذنوب، دايما يلوم نفسه: أنا ليه تكلمت هذه الكلمة؟ أنا ليه نظرت هذه النظرة؟ أنا ليه فعلت كذا؟ أنا وكذلك يلوم نفسه على فعل الطاعات، مثلا هو أثر شوية في تلاوة القرآن، أثر شوية في صلاة السنة، يعني دايما بيعاتب نفسه ودايما يحاسب نفسه على على التقصير. ولذلك يقول عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتهيئوا للعرض على الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خفي. النفس الثالثة ونعوذ بالله تبارك وتعالى من شرورها، وهي النفس الأمارة بالسوء. النفس الأمارة بالسوء يعني النفس، هذه النفس لو أنت تركت يعني تفعل كل ما تهواه نفسك فأنت بذلك تهلك نفسك. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: وأما من خاف مقام ربه، بعدها ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لازم تنهي نفسك دي عن الهوى. ولذلك يقول الله عز وجل في سورة الشمس: قد أفلح من زكاه، اللي هو بيزكي نفسه، بيزكي ويطهر نفسه دايما من هذه القبائح. قد أفلح من زكاه، وقد خاب من دساه. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. فالمؤمن دايما يعني يطهر نفسه من هذه القبائح ومن هذه الرذائل. إن ربي غفور رحيم.
وهنا بعد أن تبينت براءة يوسف عليه السلام وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، ده ما يعني يوسف عليه السلام يصل إلى هذه الدرجة من العفة والطهارة والزكاء والنماء، يعني أكيد يعني يستاهل إن هو يكون له منزلة خاصة عند الملك والملك يستخلصه لنفسه، يكون من أهل مشورته، يكون كما سيعينه إن شاء الله، يكون عزيز مصر، يكون على خزائن الأرض كما طلب يوسف عليه السلام. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. فلما جاء يوسف عليه السلام فكلمه وتبين له علمه وعقله أو رجاحة عقله، قال له إنك يا يوسف قد صرت اليوم عندنا إيه؟ صاحب مكانة وجاء ومؤتمنا. هتكون صاحب مكانة، صاحب مكان وجاء كمان، يكون من أهل المناصب العالية في مصر، ويكون كذلك إيه؟ مؤتمنا، فهو أحق أن يؤتمن. فهنا تكلم يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. يعني قال يوسف عليه السلام الملك ولني على حفظ خزائن المال والأقوات في أرض مصر، فإني خازن أمين ذو علم وبصيرة بما أتولى. هو قبل كده بين لهم في إيه؟ في تأويل الرؤية، يعني إيه؟ رجحة عقله وتفكيره لما أرشدهم إلى إيه؟ إلى فعل الصواب في حالة الجدب الذي يصيب البلاد 7 سنين. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. طيب من الذي جعل يوسف عليه السلام في هذه المكان أنه يكون عزيز مصر ويكون على خزائن الأرض؟ من الملك؟ ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك قال تبارك وتعالى وكذلك مكنا ليوسف. الملك ده مجرد أسباب، مجرد أسباب ووسائل، ولكن الذي يمكن هو الله سبحانه جل وعلا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. يعني كما مننا على يوسف بالبراءة والخلاص من السجن، مننا عليه بالتمكين له في مصر ينزل ويقيم في أي مكان شاء، نعطي من رحمتنا في الدنيا من نشاء من عبادنا ولا نضيع ثواب المحسنين، بل نوفيهم إياه كاملا غير منقوص، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. يعني ثواب الله سبحانه وتعالى الذي أعده في الآخرة خير من ثواب الدنيا للذين آمنوا بالله وكانوا يتقونه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. عدة وقفات أو فوائد من هذه الفقرة من القصة. رقم 1، من أعداء المؤمن نفسه التي بين جنبيه، لذا وجب عليه مراقبتها وتقويم إعوجاجها. دايما المسلم أو المؤمن يراقب نفسه ويقوم هذا الإعوجاج الذي هو في نفسه. مفيش حد يدعي لنفسه الكمال، اوعى تدعي لنفسك الكمال. كل واحد مننا عنده إعوجاج وعنده ذنوب وعنده هفوات وعنده زلات، فلازم دايما كده انك انت تعالج نفسك كده وتحاسب نفسك كده أول بأول حتى تنجو إن شاء الله تبارك وتعالى. وذلك النفس من أعداء الإنسان الأربعة، كما قال الشافعي رحمه الله إني ابتليت بأربع ما صليت إلا لعنوتي وشقائي، إبليس ونفسي والدنيا والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعداء. لازم تتغلب على هذه الأعداء وتطهر نفسك. رقم 2، اشتراط العلم والأمانة في من يتولى منصبا يصلح به أمر العامة. لأن يوسف عليه السلام ماذا قال؟ قال إني قال اجعلنا على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. يبقى اشتراط حاجتين، اللي عايز يتولى منصب، عايز الناس تنتخبه، بيقدم نفسه مثلا في الانتخابات أو الكلام ده، لازم يكون عنده الصفتين دولت، العلم والأمان. العلم والأمان، قد يتوفر العلم وتلاقي واحد ده فلان درس كذا وعمل كذا ويعدد لك في المؤهلات بتاعته، وسبحان الله جل وعلا بعد ان يتولى المنصب يقول لك الوزير الفلاني طلع مختلس مش عارف ايه، طلع مش عارف سرق، طلع. فغياب الامانه دي مشكله كبيره جدا، نسال الله تبارك وتعالى العفو والعافيه. يبقى العلم والامانه هذا شرط في من يتولى الايه؟ يتولى المنصب. طيب رقم 3، بيان أن ما في الآخرة من فضل الله سبحانه وتعالى إنما هو خير وأبقى وأفضل للإيمان وأفضل لأهل الإيمان. ولذلك قال الله تبارك وتعالى ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا
وكانوا يتقون. فهدفك دايما كده ويكون الآخرة الآخرة، يبقاش سعينا على الدنيا كده وخلاص. حتى سيدنا يوسف عليه السلام لما طلب أن يجعل يعني أن يكون على خزائن الأرض، هذا ما طلب هذا الأمر لنفسه، وإنما هو أراد مصلحة العامة. أراد إيه؟ مصلحة العامة، يعطي من ويمنع من، وكيف يعدل بين الناس، وكيف يرفع الظلم. هو أراد أن يكون النفع بتاعه عام، ما طلبش حاجة لنفسه. لما الملك قال يعني إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال اجعلني على خزائن الأرض. هو عايز إن شاء الله ربنا يجعله سبب في الإصلاح بين الناس والمحافظة على أقوات الناس. إني حفيظ عليم. كذلك استفاد جواز طلب الرجل المنصب ومدحه لنفسه إن دعت الحاجة وكان مريدا للخير والصلاح. يعني الإنسان يطلب المنصب لنفسه لهو شايف من نفسه أنه عنده المؤهلات اللي تأهله لكده، العلم والأمانة الخبرة، الأمور اللي إن شاء الله تبارك وتعالى ربنا يجعله سببا يعني في النفع العام بين الناس. ولذلك حتى سيدنا علي رضي الله عنه قال إنها هنا علما، لو أصبت له حملة، إنها هنا علما لو أصبت له حملة. فلو أنت ربنا سبحانه وتعالى مديك مثلا خبرة في أمر معين، وأردت أنك أنت يعني تطلب من الناس أو تقول للناس أو تذكر لهم ذلك، حتى يعني تكون يعني ربنا يجعلك سبب في الإصلاح والخير بين الناس، لا بأس إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا الأمر. أما طلب طبعا الولاية وزمه، هذا شأن آخر فيه إيه تفصيل. نكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.